كثير من الأشخاص هن شفوا من الكورونا وكان عندهم اعتلالات عصبية وبعض الملاحظات حول هذا المرض، وكيف هي شو هي الإجراءات اللي اتخذوها؟ طبعا الاعتلالات العصبية هي الموضوع اللي رح نحكي عنه وعلاقتها بفيروس كورونا بالتفصيل مع دكتور تامر أخصائي بالأمراض العصبية وجراحتها. صباح الصحة والسلامة دكتور. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن موضوع هو الاعتلالات العصبية للمرضى اللي يشوفوا من كورونا بتظهر عليهم بعض الأعراض، خلينا نحكي عنه. الحقيقة علاقة فيروس كورونا مع الجهاز العصبي هي مثل علاقته بباقي الأعضاء، يعني في تقسم هي العلاقة لجزء انه هو التظاهرات العصبية أثناء الإصابة بالفيروس، لأنه في كتير ناس فهموا انه الفيروس فقط يؤثر على الجهاز التنفسي، هذا مو صحيح. الفيروس ممكن يأثر على أي عضو في الجسم ومنهم الجهاز العصبي، والمضاعفات اللي بتصير بعد الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا. هلأ الإصابات أو التظاهرات العصبية للإصابة بفيروس كورونا ممكن تنقسم للشغلات الشائعة بتعرفوها كلكم. واحد وهو أهم تظاهرة أنه فقدان حس الشم والتذوق. كثير ناس تفهم انه فقدان الحس نتيجة اصابة الفيروس للبلعوم او الانف، هو الحقيقة لا، هو يؤثر ويخرب النهايات العصبية الموجودة في مخاطية الانف وفي والحليمات الذوقية الموجودة في اللسان، مشان هيك الانسان بيفقد حاسة الشم والتذوق. وهون اللي رح ندخل منه للتأثيرات العصبية، الحقيقة الدراسات الجديدة بتشير انه التخريب بيوصل للقشرة الدماغية اللي بتكون مسؤولة عن تفسير حاسة الشم وحاسة التذوق. نحن بنعرف ناخذ تنبيهات والدماغ بيحللها ليقلنا هذا حامض، هذا حلو، هي ريحة حادة، ريحة لطيفة، بالتالي التأثير بيأثر حتى على القشرة الدماغية. طبعا كيف؟ في عدة نظريات، أهم نظرية بتقول إنه الفيروس بيرتبط مع بروتين على سطح الخلايا الدماغية وبدخل داخل الخلايا الدماغية، مو بكل الحالات، ببعض الحالات طبعا حسب مناعة الإنسان، وبيؤدي بعد الدخول للخلية الدماغية ليتكاثر جواتها، وبيؤدي إلى أذية شديدة فيها لأنه الفيروس بتعرفي بيمتص الأكسجين وبيجوع الخلايا للأكسجين، والدماغ هو أهم عضو بحاجة للأكسجين في جسم الإنسان. والطريقة الثانية هو عن طريق عاصفة السيتوكينز أو الآلية المناعية، لما بتكون مناعة الجسم زيادة بيصير في عنا عاصفة سيتوكينز، وهي الآلية الالتهابية بتساوي جلطات، وهي الجلطات جزء من الجسم اللي بتأثر فيها هو الجهاز العصبي، وبالتالي بصير في نقص تروية بالجهاز العصبي. المشكلة ما عم توقف هون دكتور، المشكلة انه عم نشوف اشخاص تعرضوا للفيروس وطابوا رجعوا لحياتهم الطبيعية، لكن دائما في ملاحظات انه دكتور ما رجعت لنا حاسة الشم، حاسة الضوء. هذول الاشخاص ايمتى فينا نقول بتعرضوا للشفاء الكامل؟ ايمتى ممكن ترجع لهم هي الحواس بشكل كامل؟ هلا الحقيقة لحديت الان ما في اجابة صريحة وواضحة على هذا السؤال. كثير نحن بننسأل انه ايمت في ناس رجع حاسه الشم والتذوق باسبوعين، في ناس بشهرين، في ناس ما رجعت لحديت هلا. طبعا الحمد لله دائما الاخبار السيئه تشمل النسبه الاقل من المصابين. طبعا قلت لكم انا الاذيه اللي بتصير بالخلايا العصبيه، والخليه العصبيه هي خليه نبيله وهي تتميز بشيء هام في الجسم انها لا تتجدد، يعني ما بتتجدد مثل واحد اذا انجرح بالجلد بتلاقي في خلايا بشره تتجدد، صار في ضمور بالعضلة مع التمرين ممكن ترجع تكبر وترجع تتكاثر خلايا العضلة وهكذا. الخلايا العصبية هي ما بتتجدد. اللي بيصير، طب ناس تقول إذا ما بتتجدد شلون عم يرجع حاسة الشم والتذوق؟ اللي بيصير إنه تخريب بالذوق مثل ما قلنا بيوصل للنهايات العصبية وممكن ينتقل منها للقشرة الدماغية. إذا هو انحصر بالنهايات العصبية الخلية الدماغية السليمة بالقشرة ممكن ترجع تنمو منها استطالات وترجع تستعيد حاسة الشم والتذوق. أما في حال كانت الأذية شديدة والتخريب شديد فهون نحن كتير نسبة قليلة يرجع الوظيفة العصبية لهذا العصب بشكل تام 100%، ممكن يرجع جزء ممكن ما يرجع أبدا. التأثيرات العصبية ما يعني المضاعفات ما بتقتصر فقط على حاسة الشم والتذوق للأسف، ممكن نلاقي في خدر، تنميل،
آلام عضلية شديدة ضمن اعتلال أعصاب محيطية مثل جيلان باري، هو داء معروف بصير بعد الحمات الراشحة كلهم، وأهمهم هلأ حاليا الكوفيد 19. وكمان ممكن نلاحظ أعراض تشابه التصلب أمراض المزيلة للنخاعين اللي هو التصلب اللويحي، وممكن نلاقي الأشياء اللي نحن عم نواجهه كأطباء عصبية إصابات بالجهاز العصبي المركزي اللي هو جلطات. وفي احيانا عم نلاحظ انه الاعراض الاولى للمريض اللي عم يجي لعنا هي اعراض عصبيه تتظاهر بانه مريض عم يجينا بقصه احتشاء دماغي. فنحن لما ندرس سبب حدوث الاحتشاء الدماغي خاصه عند الصغار بالعمر، الشباب بال30 وبال40، هذاك الوقت عم نلاحظ انه لا، في اصابه مرافقه باصابه فيروس كورونا. بتعرفي انت اصابه بالاحتشاء الدماغي او السكته الدماغيه تترك أعراض عصبية حسب منطقة الاحتشاء والسكتة. نعم دكتور. طيب بما أنه هي الاعتلالات العصبية اللي عم بترافق كوفيد 19 خلينا نقول، أو بعد ما يشفى المريض منه، هل في مثلا مكملات أدوية غذائية اللي بياخدوها مرضى الأعصاب ممكن تفيد شوي بتحسين الجهاز العصبي لدى المرضى؟ يعني هل يعتبر هذا أحد العلاج إن كان غذاء أو مكملات؟ هلا الحقيقه لك نحن بهذا الموضوع في عليه خلاف كبير، خاصه بتعرفي اجت بفتره بهذا العام اللي نحن مسميه عام كورونا، اجت موجات كبيره من انه خذ فيتامين د، خذ فيتامين زنك، وخذ حديد، والحقيقه سووا لنا اضطرابات اشد ما استفادوا بعض المرضى نتيجه العشوائيه اللي صارت باخذه. ونحن عندنا مجتمع يعني يتعلق بهيك امور بشكل مرضي للاسف، يعني حتى واحد اذا صار معه التهاب باظفره بده ياخذ النوربيوم مشان يقوي العصب مشان او الفيتامين بي كومبلكس. الدراسات لحديت هلا بتقول هي الاضطرابات بالاليات اللي قلناها ممكن الفيتامين يساعد بطريقه غير مباشره، ولكن ليس بطريقه مباشره. يعني احنا عم ناخذ الفيتامين د او عم ناخذ الزنك بشكل وقائي، هو المفروض نحن ناخذه سواء كان في كورونا ولا ما في كورونا حسب حاجه الجسم له. يعني اذا الزنك عندنا ضمن المستويات الطبيعيه ما في داعي، يعني ما رح زيادته ما رح تقوي المناعه، ولكن بدها تساوي اضطرابات. وبنفس الشيء فيتامينات البي كومبلكس اللي بتتساهم بتشكيل الغمد اللي حوالين الالياف العصبيه وبتزيد من الارتباطات بالجمله العصبيه، ولكن ضمن مستوياتها الطبيعيه، يعني الزائد منها كمان ما هو شيء منيح، بالعكس عم تيجينا حالات تسمم بالفيتامينات للاسف نتيجه العشوائيه اللي عم تتناول فيها الموضوع. فمشان هيك انا هون رح اقول طبعا هي بتفيد اكيد بحال نقصها اعطائها للمريض، بيفيدنا وبيسرع من عمليه الشفاء والتعافي. اثنين، نحن بنعتمد على مضادات الاكسده لانه الجذور الحره المؤكسده عند المرضى في حالات النقاهه هي بتعمل عامل سلبي جدا على الجهاز العصبي المركزي، استخدامها كمان يفيد بشكل كبير. استخدام الاغذيه المضاده للاكسده كمان كثير مفيده، خاصه الاكسار من الخضار الطازجه مثل ما بيقولوا، هي كمان بتفيدنا نحن بشكل كبير. دكتور، كثير من الافكار المغلوطه يلي كانت ببدايه الجائحه وبعدها مكمله لحد اليوم، من ضمنها مثل ما قلنا موجه انه قد ما كثرنا فيتامينات وقد ما كثرنا مكملات غذائيه فنحن بالسيف سايد، وهذا الشيء الغلط يلي نحن عم نحكي عنه اليوم. الطريقه الصح لحتى نحن يمكن نحمي جسمنا وبنفس الوقت ناخذ الفيتامينات بالقدر يلي بيحتاجه جسمنا، وهل من الممكن انه نحن بهي الجائحه بدنا نبلش نلحق حالنا هلا ناخذ الفيتامينات او لا؟ هذا الشيء لازم يكون تراكمي يعني على مدار يمكن سنوات والجسم عم يعمل بنيته بشكل صح، او هلا كمان نقدر نعمل هذا الشيء؟ هلا هي اسئله مهمه بس اجابتها شوي بدها تكون مفاجئه للناس. موضوع انه نحن بنلحق او ما بنلحق وموضوع انه نحن قديش جرعه بدنا ناخذ او مو ناخذ مرتبط بدراسه مخبريه. يعني نحن عندنا فيتامين د تحت مستوى الطبيعي بنسبه محدده، بدنا نكون قايسين الكلس، قايسين الفوسفور، لانه اعطائه بشكل عشوائي حتى نلحق انه يصير طبيعي بسرعه ممكن يساوي لي اضطراب بالكلس وزياده بالكلس واضطرابات ثانيه وتقلصات عضليه، والمريض يصير يحس انه في شيء اعراض ثانيه صايره عليه. ترتبط بدراسه مخبريه لجاوب
جواب علمي، هذا الحكي كله إجابته بيرتبط بدراسة مخبرية ومعايرة لنحدد قد في عنا نحن نقص، وكيف لازم نوصل لهذا النقص من دون ظهور أعراض جانبية. إعطاء الزنك بيأثر على شارة الحديد لأنه بتشاركوا بنفس البروتين، يعني ما معقول أروح أعطي زنك بالأخير أفقد الحديد تبع الجسم ويطلع المريض عندي عنده أعراض نقص حديد. بالتالي نحن بنعمل دراسة مخبرية لهدول المرضى أو المريض اللي بده ياخد مكملات غذائية، بنحط الخطة. في شيء اسمه جرعة تحميل، يعني أنه نحن نزيد من نسب الـ 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 العنصر المفقود بشكل منيح. بعدين في شيء اسمه جرعة داعمة بحيث أنه نحافظ على المستوى ضمن هذا الرينج اللي نحن وصلنا له. نعم دكتور، بما انه العالم كله مثل ما قلت عم تعتمد على العشوائيه بتناول الدواء او حتى باخذ الحيطه والحذر، خلينا نقول هيك نصائح حتى فعلا بهي الفتره اللي عم تشهد ذروه ثانيه من المرض، تكون نصائح مهمه وخاصه للي معهم ايضا امراض اعصاب، يعني هدول كمان خطر عليهم دبل. طبعا نحن هون عم نحكي على الامراض العصبيه بمعظمها المزمنه حتى بتضعف المناعة، وفي أمراض عصبية مثل داء التصلب اللويحي أو جيلانباري ممكن يكون عم ياخذ مثبطات مناعية وهذا بيزيد من فوعة المرض في حال إصابته. هون نحن طبعا ما راح نعيد المكرر نفسه تبع أنه الوقاية خير من العلاج وأنه لازم نبتعد وما نتعرض للفيروس و هذا القصة أكيد مفروغ منه، ولكن في حال الإصابة هون اللي أنا بدي دقق عليها لأنه هلأ كتير شائع أنه أنا والله عندي أعراض، لا أنا ماني مصاب، أنا هذا شوية قريب شوية رشة. أوكي، نحن بهاي السنة ويمكن السنة اللي جاية أي شيء يشمل حالات وأعراض نزلات البرد والرشح هو يعتبر داء كورونا حتى يثبت العكس. ونتمنى على اي انسان بحس على هاي الاعراض انه يتعامل مع الموضوع بهذا المبدا، طبعا من شانه ومن شان الجو المحيط فيه، من شانه يخلد للراحه، يعطي جسمه فرصه ليقاوم المرض، يتبع الاجراءات والارشادات اللي بيعطيها الطبيب، وفي حال صار عنده اعراض اثقل مثل نقص الاكسجه او انه ضيق النفس يقدر يراجع المشفى ونقدر نقدم له الخدمات المناسبه. ومن شان حواليه طبعا هي مفروغ منها انه ما ننقل المرض للي حوالينا لانه اللي حوالينا مضطرين لازم يساعدونا كمان، يعني مو بس من شانهم ومن شاننا، انه الجزء الصحيح من المجتمع هو اللي عم يساعد جزء المريض من المجتمع. اكيد يعني يا دكتور لك شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، بنتمنى اكيد الصحه والسلامه لجميع الاشخاص وحتى الاشخاص اللي انصابوا، يا رب الشفاء العاجل. دائما بنقول انه الاحتياط ثم الاحتياط مثل ما كان عم يحكي الدكتور انه هذا الشيء صار يمكن مفروغ منه، فان شاء الله يكون هذا الوعي موجود عند الجميع. شكرا دكتور. اهلا.